السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، طلاب متوسطة إكنان الأهلية للبنين، طلاب الصف الثالث متوسط، مادة الأحياء، تكملة الفصل العاشر. وصلنا إلى الحواس اللي هي حاسة السمع. حاسة السمع تتخصص بالأذن، الأذن اللي تتكون من الفتحة الخارجية اللي هي الصيوان والفتحات الأذن. نجي أول شيء، ماذا نقصد بالأذن وما هي أجزاء الأذن؟ الأذن هو العضو الحسي المهم ومعقد التركيب، وهو مرتبط مع أعضاء الحس الأخرى من أجل تكيف الإنسان مع حياته. ما أجزاء الأذن؟ أجزاء الأذن هي الأذن الخارجية اللي هي الصيوان وفتحة الأذن، والأذن الوسطى، والأذن الداخلية. هذه أجزاء الأذن الخارجية. قناة هنا عندي للأذن، والتكوين الداخلي هذا التركيب الداخلي للأذن. الصيوان هو الجزء الغضروفي المتسع من الأذن، توجد في قاعدتها بضع شعيرات وتمثل بداية القناة السمعية. هذا الصيوان وهذه القاعدة مالته. علل وجود خلايا إفرازية تقوم بإفراز مادة شمعية داخل قناة الأذن. الجواب هو وذلك لحماية الأذن من الشوائب الخارجية التي تعلق بها. على مود نسهل حفظ الشرح مالتنا، سويت لكم على شكل أسئلة مثل الفراغات لتسهيل حفظ المادة. أولا، الجزء الغضروفي المتسع من الأذن الخارجية هو يدعى الصيوان. شو نسميه الجزء الخارجي؟ الصيوان، صيوان الأذن. تبدأ القناة السمعية بالصيوان وتتصل من الداخل بالأذن الوسطى، والتي يغطي فتحتها الداخلية غشاء الطبلة. واضح ماما؟ إذا نجي ندرج، الصيوان الأذن الوسطى ترتبط معها، بعدين غشاء الطبلة. تتصل الأذن الوسطى بالأذن الداخلية عن طريق فراغ فتحتي النافذة المستديرة وفتحة النافذة البيضاء. إن الفتحة قناة أوستاكي تربط الأذن الوسطى من أعلى البلعوم. قناة أوستاكي تربط الأذن الوسطى من أعلى البلعوم. إن تجويف الأذن الوسطى يحتوي على ثلاث عظام مرتبة من جهة الطبلة، كما يلي: المطرقة والسندان والركاب. إذن كم عظمة؟ ثلاثة، اللي هي المطرقة والسندان والركاب. وظيفة عظام الأذن الوسطى اللي هي المطرقة والسندان والركابي هي نقل الصوت للأذن. إن الفائدة من فتحة قناة أوستاكي التي ترتبط بالأذن الوسطى هي فراغ معادلة الضغط على غشاء الطبلة. تتألف الأذن الداخلية من فراغ وفراغ القوقع والقناة الهلالية. ما هو القوقع؟ هو تركيب حلزوني مكون من جزء عظمي يدعى التيه العظمي، يليه تركيب غشائي يسمى التيه الغشائي، ويوجد بينهما سائلا يدعى اللمف الخارجي، والذي يقوم بنقل الصوت. إذن حتى وظيفتها هنا بيناها، نقل الصوت من النافذة البيضاء إلى سائل آخر يدعى باللمف الداخلي، والذي ينقل الصوت إلى مستلمات حسية عصبية، ومن ثم إلى العصب الشمعي، العفو السمعي، ثم الدماغ. العصب السمعي والدماغ. تعريف المهمة اللي هي: القوقع هو تركيب حلزوني الشكل مكون من تيه عظمي وتيه غشائي، وهو أحد مكونات الأذن الداخلية. القنوات الهلالية وهي تجاويف لثلاث أقنية تقع في مستويات متعامدة تشبه أنابيب مقوسة الشكل، موجودة في الأذن الداخلية، فيها اللمف وخلايا حسية مهدبة، وتكون متصلة بالقوقعة، وظيفتها المحافظة على اتزان الجسم للإنسان. انتبه على وظيفة القنوات الهلالية. ثالثا، قناة أوستاكي، وهي قناة تفتح من الأعلى في الأذن الوسطى ومن الأسفل في أعلى البلعوم، وهي تقوم إذن وظيفة قناة أوستاكي بمعادلة الضغط على غشاء الطبلة.
سؤال، طبعا من الأسئلة المهمة، كيف تتم عملية السمع؟ وضح آلية السمع في الإنسان. صيغة السؤال يا إما كيف تتم عملية، أو وضح آلية السمع. من الأسئلة المهمة، تبدأ عملية السمع في الإنسان عندما يقوم صيوان الأذن بجمع الموجات الصوتية، ومن ثم تنتقل عن طريق قناة السمع إلى أن تصل غشاء الطبلة، مؤدية إلى اهتزاز الغشاء، وهذا يؤدي إلى تحرك عظام الأذن الوسطى، اللي هي عظام الأذن الوسطى المطرقة والسندان والركاب. هذا يؤدي إلى اهتزاز الملف الخارجي ثم الملف الداخلي، وبعد ذلك الأوتار السمعية، ثم أعضاء الاستقبال، ومنها يقوم العصب السمعي بنقل تلك الإعازات إلى مراكز السمع في الدماغ، وبدوره يقوم بتفسيرها. إذن عرفنا آلية عملية السمع. نجي على بعض أمراض الأذن. أمراض الأذن اللي هي التهاب الأذن، انسداد قناة أوستاكي، تمزق غشاء الطبلة، التهاب الأذن الداخلية، الشيخوخة، التدخين، السماعة. انتبهوا على وحدة وحدة. تدخل الجراثيم إلى الأذن عن طريق الهواء والماء، أو عن طريق إدخال الأجسام الصلبة مثل الأقلام والأجسام الصلبة الأخرى، مسببة جميعها التهاب جدار قناة السمع وغشاء الطبلة. ومن الممكن أن تلتهب الأذن الوسطى والداخلية، وقد يسبب ذلك فقدان السمع. إذا كثرة الالتهابات تسبب فقدان السمع. ثانيا، انسداد قناة أوستاكي، قد تنسد قناة أوستاكي. شنو السبب؟ بسبب المواد من الرشح الناتجة من الرشح، التهاب الأنف والبلعوم، هذا كله راح يرجع على التهاب قناة، ومسببة عدم توازن الضغط على جانبيها، يؤدي إلى تأثير على قلة اهتزازها وضعف السمع وقتيا. تمزق غشاء الطبلة، ينتج هذا التمزق غالبا بسبب أصوات الانفجارات القوية مثل صوت انفجار القذائف، وأحيانا إطلاق النار القريب، واختراق الطائرات لحاجز الصوت، والضوضاء العالية من وسائط النقل وغيرها، ومنبهات وسائط النقل وغيرها. لذا يتطلب من الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الأصوات إلى فتح أفواههم لغرض. ليش نفتح الأفواه؟ إذا نعلل. لماذا؟ لغرض معادلة الضغط على غشاء الطبلة من الجانبين. رابعا، التهاب الأذن الداخلية، ينتج هذا الالتهاب بسبب فراغ الحمى أو بعض الجراثيم، مما يؤدي إلى فقدان توازن الإنسان وسقوطه على الأرض. خامسا، الشيخوخة، غالبا ما يعاني الأشخاص المسنين من ضعف السمع، وهنا يمكن تزويدهم بسماعات خاصة تؤدي إلى تحسين سمعهم. إذن يضعف السمع في كبار السن. التدخين، من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف حاسة السمع هو الإدمان على التدخين وما يفرزه من مواد ضارة، ومنها القطران. سابعا، السماعة، استخدام سماعة الموبايل والمسجلات وانتقالها من أذن شخص إلى آخر. طبعا كل شخص لازم تكون سماعة خاصة، وعدم استخدامها لكثرة. إذا انتقلت من شخص إلى آخر، من أذن شخص إلى آخر، تسبب التهابات مختلفة للأذن. إذا هذه الحواس الخمسة اللي أخذناهم. إن شاء الله الدرس القادم نكمل حل أسئلة الفصل.